تمكنت مصالحي بالأمن الحضري الخارجي شبيطة مختار بأمن ولاية الطارف من الإطاحة بعصابة متكونة من 11 فردا مدججين بالأسلحة البيضاء بمختلف أنواعها، سيوف سكاكين من الحجم الكبير. مصالحي تمكنت من القبض على أفراد العصابة وحجز الأسلحة البيضاء، وبالتنسيق مع السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الذرعان أنجز في حقهم ملف قضائي عن تهمة الإخلال بالنظام العام، المشاجرة في الطريق العام، وتبادل أعمال العنف باستعمال أسلحة بيضاء، مخالفة وخرق إجراءات الحجر الصحي.